يا اهلا بالنيو كامر، محتاجه حاجه معانا؟ اخبارك ايه دلوقتي؟ بخير الحمد لله. لو ممكن بس اخد من وقتك شويه وتتكلمي معايا عن الكليه بالتفصيل، عشان حاسه في حاجات كتير مجهوله بالنسبه لي وخايفه جدا. لا لا ما تخافيش، مش عايزين توتر من اولها. تعالي نحكي لك شويه عن بيطر. بصي يا ستي، طبعا انت عارفه ان سنين الدراسه فيها بقت 6 سنين مش 5 زي الاول، علشان في سنة امتياز وبتكون فيها الدراسة بشكل عملي بحت، وفيها أقسام كتير جدا. عندنا في بيطري في 16 قسم. أيوة زي ما بقولك كده، 16 قسم. طيب ممكن تقولي لي دلوقتي إيه المواد اللي هدرسها في سنة أولى؟ على الأقل يكون عندي خلفية، وبعد كده أبقى أشوف حوار الأقسام ده في وقت تاني. حاضر، هقولك على المواد. أنت بتدرسي هيستولوجي وفيسيولوجي وتشريح أجن عام وتشريح طيور وأسماك ورعاية حيوان ودواجن، دول مواد الكلية نفسها، وبتدرسي معاهم مواد من كليات تانية زي فيزياء حيوي وبيولوجي وكيمياء عضوية وطبيعية وكيمياء حيوي عام ووراثة بيطرية ومبادئ إحصاء. طيب معلش، هي المواد دي صعبة؟ يعني هتحتاج مني إن أنا أبذل مجهود ولا إيه؟ بصي، انت اهم حاجه تركزي عليها انك تحاولي ما تراكميش المحاضرات عليكي وتذاكري اول باول، عشان ما ترجعيش تندمي وتعيطي في الاخر، وما تتردديش انك تسالي الدكاتره عن اي حاجه انت مش فاهمها، واستعيني بالله وسعي وان شاء الله ربنا هيوفقك ويكرمك. بالنسبه للشغل، انا هشتغل ايه بالظبط وفين؟ ممكن تشتغلي كدكتور بيطريه في عياده سواء لارج او بيتس، او دكتور صيدلانيه بيطريه، أو دكتور مراقب جودة غذاء في المصانع والشركات والمطارات والفنادق كمان، أو في شركات الأدوية، أو كميديكال ريب، أو كدكتور في معامل التحاليل، أو كدكتور في مجالات الطب الشرعي. أستأذنك بقى دلوقتي لأن علينا سكشن بطنة ومش عايزين نتأخر علشان ما نتهزقش. نراكي في لقاء قريب مع صياح السكاشن والكويزات. أكيد هيكون لنا لقاء عن قريب إن شاء الله. شكرا جدا لمعلوماتك القيمة لي، وسامحيني خدت من وقتك كتير.